نارين بيوتي وحبيبة غاية السابقة ديانا سلمان يلتقيان في نفس المكان، وأنس يصدم جمهوره بهذا الخبر. شاهدوا التفاصيل. أخبار جديدة وتطورات مثيرة للاهتمام لهذا الأسبوع، لكن قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتضغطوا على زر الجرس مشان يصلكم كل جديد أنا بنزله، وبحب أتشكركم كثير على دعمكم ومحبتكم. ويلا نبدأ. أول خبر لنا هو عن نور ستار، حيث احتلت الترند الأول في موقع التيك توك بأغنيتها باردون. وأيضا نور أثارت جدل كبير بسبب علاقتها بهتان والفيديوهات الإعجاب المتبادلة بينهم. صحيت من النوم لقيت نور ستار تقول أنا غار على وقامت نور أيضا بنشر صورة على الإنستغرام ظهرت فيها بلوك مختلف، وقامت بنشر ستوري كتبت فيه لو بس تعرف القادم صدمة من العيار الثقيل. وأيضا قامت نور مؤخرا بنشر ستوري على الإنستغرام، وكان هذا الستوري محادثة جمعتها مع اليوتيوبرز عبدالله من سعودي ريبورتس، وعلقت عليها أكثر إنسان أحبه. أما الخبر الثاني هو عن أنس الشاي، وكما يعرف الجميع أن أنس يستعد لأكبر حدث ملاكمة بين اليوتيوبرز بتاريخ اليوتيوب العربي، ومنافسه هو صديق موفلوكس راشد المعروف بمونيكيك. وانهالت على أنس تعليقات محبطة نوعا ما، وكانت معظم هذه التعليقات أن راشد صار له 4 سنوات بالرياضة وفرصة فوزه أكبر، أما أنس ليس له خبرة وتوقعوا فوز راشد. ومن طرف آخر فمتابعين أنس مستمرين بتشجيعه متأكدين من فوزه. وأيضا أنس قدم وعد لمتابعيه بأنه سيعتزل السوشيال ميديا نهائيا إذا خسر في مباراته ضد راشد، وأصبحت هذه المباراة لأنس هي مباراة حاسمة، وحيث قام بنشر هذا الستوري وعلق عليه إذا راشد بده يفوز علي أنا بدي أعتزل السوشيال ميديا تذكروا كلام. وواضح أنه أنس بعد هذا الكلام أخذ الأمور بجدية أكثر، وقرر العودة مرة أخرى إلى دبي، وقطع إجازته في تركيا ليستأنف تدريباته للمباراة التي لم يتبقى لها إلا 21 يوما فقط. وقام أنس برفض جميع المدربين الذين تم اقتراحهم له من طرف الشركة المنظمة، واختار في الأخير المدرب الأردني عصام ليتولى تدريبه للمباراة. نتمنى التوفيق لأنس وراشد، واعطوني رأيكم بهذا الخبر. وأيضا هذه المباراة عرفت تجاوب كبير من قبل الجميع، وأخوها لنور ستارز وليد شارك قام بالمشاركة فيها هو أيضا، ومنافسه هو آدم صالح. ما رأيكم بهذا الخبر ومن تتوقعون أن يربح في هذه المنافسة؟ وأيضا من جهة أخرى صار تعاون بين قمر وبسان إسماعيل بعد لقائهم في تركيا، وقاموا بنشر فيديوهات للتيك توك، واستطاعت قمر الوصول إلى 1 مليون متابع في موقع التيك توك في مدة قصيرة. أما الخبر الذي ينتظره الجميع وهو الخبر المهم برأيي، حيث أقامت العلامة التجارية المعروفة بمجال الميك اب سيفورا احتفالا بمناسبة وصولها إلى 10 سنوات في هذا المجال، وكانت حبيبة غاية السابقة ديانا سمان الوجه الإعلامي لها مع بعض العارضات. وفي هذا الاحتفال التي كانت الوجه الإعلامي له ديانا، نارين أيضا كانت من ضمن الحضور مع أخوتها ومدربتها، ولكن نارين لم تقم بنشر أي ستوري هناك. وشهد هذا الاحتفال حضور أبرز اليوتيوبرز الذين يتواجدون في دبي، من بينهم يارا عزيز وسارة منلس ولين أبو شعرة. ونارين قامت بنشر ستوريات وهي في طريقها إلى ذلك الاحتفال. علقتوا؟ بس رايحين على ميك اب ايفنت. اما عن اخر اخبار ديانا سلمان، فبعد مشاركتها كوجه اعلامي لسيفورا في اليوم التالي قامت بنشر ستوريات مع اخوها لنور ستارز وليد شارك، والواضح انهم كانوا في سباق للسياره. اليوم علم السياره تبعي. نعم. وايضا في الايام الماضيه صار خلاف بين اليوتيوبرز برهوم وجين، حيث بدأ الخلاف بينهم لما نزلت جاين فيديو على قناتها، وكانت فكرة الفيديو صديقهم يسألهم أسئلة محرجة يجب أن يقوموا بالإجابة عليها. وفي هذا الفيديو جاين حكت على برهوم أنه بيجحد مشاهدات، مما تسبب في غضب برهوم، وقال عنها أنها تقوم بمسابقات مزيفة وتكذب على متابعيها، وقام بإلغاء المتابعة لها. وأعلن برهوم معراوي محاربته لمشاهير المسابقات الكاذبة. وأيضا ردت جاين على برهوم بستوريات قامت بحذفها فيما بعد، حيث ردت فيها ليش كتير مقهور مني ونزلت 20 ستوري. عاملة فيديو هلا عم تحكي عني كلب مشاهدات.
تقبضي مصاري وما بتعملين مسابقات حقيقية يا فيك. وكان راد جين كتير قوي على برهوم، فنتمنى تهدى النفوس بينهم ويتصالحوا مع بعض. وأيضا في متابعين حلوين، أنا شفت تعليقاتكم عندي في القناة، طلبوني باسم قناة أمو فلوك، هذه هي قناتها الرسمية. شكرا كتير لدعمكم ومحبتكم، ودايما راح أحكي هالجملة أني كتير محدودة فيكم. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوني من اشتراك واللايك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد أقوم بنشره، وأشوفكم في الفيديو الجاي. بحبكم كتير.